السلام عليكم أحباب الحرفيين، اليوم جيناكم فيديو جديد نوريكم طريقة تلوين لاباط. كيما راكم تشوفوا عندنا هنايا كات كولور، هاد بلو شيركوا راه هكذا، هاد بلو شيركوا خرجوها بالفير ومعها البلو تعطينا هاد لا كولور. وعندنا الكري فونسي وهنا الكري كلير، وهنا عندنا المارون لي تانت. ها لي تانت عادي نسلقا زبان بون. عندنا هاد الحارك كيما راكم تشوفو كاش ديسكالي. بعد ما بريباري حيت انا بوندوي بيان فيني درنا لو بريمير 1200، لانو قبل لاباط توجور نديرو بريمير 1200 باش يكون كروشاج بين لاباط و الحيط. داكور، هادي كات كولر راح نحاولو كيفاش نماريهم هنا في الحيط تاعنا. نظن نشوف سواد الديكور من قبل، نحاولو كيفاش نوزعو هاد الكولور على الحيط تاعنا. داكور، ماريو بابا تبعو معنا طريقة السبخ فراها تكون. كولر مع بعضها ما الطريقة هادي. ها دابا نخليو شي نراكو خاوتي. نحاول كيفاش نخليو هنايا راكور بالطريقة هادي. من بعد باش نمجو لي كولا في بعضهم بالطريقة هادي. ها بعد ما خلصنا لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا، حاولنا كيفاش نمزجو بين الالوان الحيط تاعنا بالطريقه اللي شفتوها. نخليو هادشي لمده 24 ساعه هكاك. حبيت نوه لواحد النقطه برك، لي كولور عند ما تانتيو لي كولور تاعنا نحاولو كيفاش نتانتيو فرونسي، لانه لاباط كي تشيح راح تشهب. هاد النقطه لازم نكون على بالو بلي الحرفي انو لاباط تاعنا كي تشيح تشهب، ما تبقاش باكولار تاعها. اذا دارتي وحنا لاكولار فونسي
باش كي تشيها عن طرف راك ولا سنة كيما راكم تشوفوا. ها الوجه بعد ما يشيل الحاج تاعنا احبابنا الحرفيين راح نجيبو لي بوشوار تاعنا هاك كيما راكم تشوفوا. راح نخيرو زوج ولا ثلاث بوشوار ونطبعوهم فوق لاباط بنفس الالوان اللي خدمنا بها الفوا تاعنا. نحاولو كيفاش هادي انت وليماجيناسيون تاعك انت وكيفاه تطبع. مي الشاط يكون منظم في مزنين راح نديرو البلون في البلو، راح نديرو البلون في المارا، راح نديرو الكري في في البلو. نحاولو كيفاش نزعو البوشوار تاعنا بطريقة غير منتظمة. تبعو معنا الطريقة كيف راح تكون. اذا احبابنا بعد ما انتهينا من عملية تطبيق هذا الحائط كما راكم تشوفوا في النتيجة صراحة الروحة فنية رائعة. طريقة الاستبيان كما شفتوا سهلة وبسيطة، اي واحد يقدر يخدمها لي راه موش علم هذا الحائط داكور. هذه راهي باط متانتية بلي تانت نخدمو الفون تاعنا المجهود يكون في بعضهم كما شفتوا في الفيديو. بعد ما يشيحو نجيبو البوشوار تاعنا ونطبعوه بنفس الكولير. نحاولو كيفاش نوزعو البوشوار تاعنا بالطريقة كيما راكم تشوفو كل ما هي. نتمنى ان الاعجاب تاعكم هاد الفيديو ودعمونا بجيم وبارطاج وفي لامك احبابنا.